كل صباحات صحيحة إن شاء الله، نتمناها لكم مشاهدينا الكرام وأنتم ترافقون برنامجنا لهذا اليوم. حلقة جديدة ومميزة نبدأ بها أسبوعنا المبارك إن شاء الله. بالبداية نروح إلى فاصل قصير ثم نعود من جديد. نعم مشاهدينا الكرام، أكيد فقرات هذا اليوم هي منوعة مثل ما عودناكم، فقرة على باب الله، فقرة الماضي الجميل، وأيضا معانا فقرة نسمة علي. هذه الفقرة اللي نتجول فيها في المشاهد المباركة والمقدسة اللي تحيط بالعراق العظيم إن شاء الله، وكنا أمل على أنه تلتقي هذه الأرواح وفي هذا الصباح بالتحديد في رحاب محمد وآل محمد. أولى فقراتنا هي فقرة على باب الله، ونتمنى إن شاء الله صباح جميل و يحمل الرزق الوفير والرزق المبارك لكل محبين محمد وآل محمد إن شاء الله. نروح للفقرة ثم نعود من جديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا، فقرة على باب الله. اليوم على باب الله راح نشتغل محطة لغسل العجلات والمركبات بأنواعها، وبالتالي راح نخوض خطوة وتجربة غسل السيارات مع صاحب المحطة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ الحمد لله. اليوم احنا عمال عندك. اهلا وسهلا. راح تعاوننا ان شاء الله. اولا خطوات غسل السيارة داخل هاي المحطة، محطة يعني تعتبر نموذجية ان شاء الله، وبالتالي يعني شنو الخطوات اللي تمر بها غسل السيارة؟ في بعض الأمر تنظيف السيارة من الداخل، بعدين غسل السيارة. نعم. خطوة أخيرة هنا تنظيف، يعني تلميع كامل، بعدين غسل السيارة، بعدين جوان نكمل دواخل السيارة. نكمل دواخل، دواخل السيارة. للمشاهدين الكرام طبعا السيارة مثل ما تشاهدها أنه السيارة مع متعرضة للأتربة والأوساخ، وبالتالي بعد ما راح ننظفها راح نراويكم شكلها الجديد بصورة مميزة. مع المرحلة الأولى أنه ننزل هاي الواقيات. السيارة هاي ما شاء الله أبد مو وسخة، ننزل هاي الواقيات حتى نقدر أنه ننظف أرضية السيارة. هاي أيضا هم واقيات. طبعاً هنا الجماعة ما خلي شيء، ما ماكلين كرزات، شكليت، هاي كلينس. طبعاً هاي تعتبر الخطوة الأولى أنه تتنظف السيارة من الداخل بمكنسة كهربائية. هاي المكنسة الكهربائية اريدك شغل المكنسه الكهربائيه حتى ننظف. طبعا مشاهدينا الكرام هاي تعتبر الخطوه الاولى عمليه تنظيف السياره. بعد ما نظفنا وحرك السيارة بالهواء راح المرحلة الثانية نصعدها على هاي الصبات العالية يسموها الرمبات حتى نغسلها. خلينا نشوف لو الغسل مالتنا شلون علي وعلي معملتش. يلا علي معملتش. هاي الجزمة حتى انه ما نتبلل، لان
هسه راح نبلش عملنا وراح نشوف غسل السيارات. أمير أول فقرة أنه بالماء. طينين بلا زحمة بلا سيارات. مشاهدينا الكرام يعني قوة دفع الماء كلش قوية. أمير يمكن شوية نبتعد عن السيارة حتى لا تتضرر بالماء صح؟ يلا سد لي سد المي يعني بعد ما رشينا السيارة بهذا المي. أمير شنو المرحلة اللي بعدها؟ مرحلة الشامبو. ها هذا بطل خاص بالشامبو. ها رش السيارة كاملة من ينفتح؟ مشاهدي الكرام مرحلة انه الشامبو الله عملية سهلة تغسل السيارة وتغسل هذا الشامبو حتى تتنظف الصورة كاملة. بلش أنا وأمير نغسل السيارة حتى أنه نوصل للمرحلة قبل النهائية. مو أمير يلا نتوكل نغسلها. طبعا أمير راح يأخذ جانب من السيارة وأنا هذا الجانب حتى نخلصها على السريع. طبعاً بعد ما خلصنا مشاهدينا الكرام غسل السيارة القشر مالتها وصلنا مرحلة أنه نغسل التايرات عجلات هاي المركبة يعني ننظفها. طبعاً إحنا خلصنا مشاهدينا الكرام غسلها بس راح أنه نرشها بالماء حتى تكون تنظيفها صورة مميزة. طبعاً ما أسولف لكم قوة دفع الماء قوة عالية جداً يحتاج إلى شخص عنده عضل خفيف. مشاهدينا الكرام يعني وصلنا مرحلة التنشيف راح ننشف السيارة وبالتالي نلمع الداخل مالته ونلمع أيضا الخارج مالته بصورة يعني ترضي الجمهور الزبون نوعا ما بحيث أنه الزبون يعني أهم شيء يكون راضي علينا بشغلنا وبعملنا وبالتالي نكسب زمائن والله خير من الله وراح نسترزق أيضا خير من الله وبالتالي راح يكون عملنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الجميع لقمة حلال. معروف أمير الولد أمير صاحب هاي المحطة أيضا. أمير جواك الله. أنا أقول لك لا تدقي لك الله يقوح. هاي مرحلة التنشيف بعدها ترميع الداخل ترميع الدام وبالتالي يستلمها الزبون بعد ما يمكن أكو كماليات لسيارة تخلوها ترتيباتك. أمير قبل الختام أنه بأقل من دقيقة للجمهور أنه أنت شنو خريج وليش فتحت هاي المحطة؟ أنا خريج تربية جغرافية. ما شاء الله. بعد ما تخرجنا أكيد مجال التعيين مزدوج حالياً. ما ربما أيضاً. أكيد. ما بتوفر الشخص المناسب ليعين. صحيح. التعيين ما موجود. نعم. فلازم واحد يستثمر ويفتح مجال شغل وعمل نعم. عليه. وبالتالي أنت فتحت. فتحنا هذا المجال شغل والحمد لله. تسترزق من عنده. تسترزق منه. مو فت حياتك إنه أنت حصلت الشهادة لا. ولازم تعين ولازم. بغير مجال. لا الشهادة كانت حصلت فكريا. صحيح. وتفيدني بغير مجالات. اليوم إحنا تعبناك. ربما أخذنا من وقتك. شكرا جزيلا لك. أنا برفقة فقرة على باب الله. شكرا جزيلا لك. أتمنى لك كل التوفيق. مشاهدي الكرام أمير صاحب هاي المحطة رغم إنه خرج ما توقفت حياتك. أنت أيضا شبابنا الحلوين. مشاهدينا الكرام أي شخص حاول يدور على فرصة عمل يمكن هاي الفرصة عمل هي بسيطة. انتظرونا فقرة جديدة من فقرة على باب الله. إلى اللقاء.
شكرا للزميل عمار غفار على فقرة على باب الله. أكيد كل المهن ومنها هذه المهنة تتطلب نوع من العطاء، نوع من الصبر، وأيضا نوع من اللين. وحلقتنا لهذا اليوم تحمل عنوان العطاء. أكيد من أجمل المميزات التي يتمتع بها الشخص هي اللين والعطاء الذي يعتبر الكثير من عندنا أنه هي ميزة وعلامة ومقياس للحب والمودة، سواء كان هذا العطاء مادي أو معنوي. أنا من خلال عطاء الشخص إلي أعتبر أنه هذا مقدرني أو هذا يحبني أو هذا حريص على المودة معايا. أيضا الانتظار ولمدة يمكن شهور وسنوات، الأم تنتظر أنه يرجع لها هذا العطاء بالبر والإحسان من قبل الأبناء. أيضا الزوج الزوجة يعتبرون هذا العطاء والصبر على المحن والشدائد، ينتظرون أنه المردود المعنوي قبل المادي، أنه أنا من أصبر وأيضا أكون معطاء أنال التقدير، أنال الاحترام، وأنال مكانتي داخل الأسرة. أكيد بعض الأشخاص حينما يبدون أنه يبالغون بالعطاء أو قد يوصلون إلى مرحلة من الصبر على الشخص المقابل، راح يرد عليه معكوس سلبي لا سمح الله، ربما يصل إلى اليأس، وربما أيضا يصل إلى نوع من الإحباط. لكن أنا شلون أقدر أعرف أوازن ما بين العطاء ومقياس العطاء، وأيضا بالمقابل أنه ما أبذل كل ما يمكن؟ طبعا هذا الموضوع راح نتناقش مع الباحثة الإسلامية الست ولاء الموسوي. نقولها صباحكم خير، صباحكم عافية ست ولاء. صباحكم خير وبركة من الله سبحانه وتعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ست ولاء. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ست ولاء. يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه الشيء، هذا سواء مادي أو معنوي، لكن أنه الشخص اللي يتعود على الأخذ ويتعود فقط على أنه هو يكون اتكالي راح يوصل إلى مرحلة ويكون غير قادر من ناحية أنه يرد الجميل أو أنه يتحمل المسؤولية. شلون أنا أقدر من خلال هذه الخطوة أن أخليه هو يكون متحمل المسؤولية ويقدر هذا النوع من العطاء؟ نعم ست ولاء. العفو السؤال أو الصوت ما كان واضح. نعم السؤال هو لكل شيء أيضا لكل... نعم نعم إذا كنت تسمعيني ست ولاء. الصوت بلي بلي الآن الصوت واضح. نعم طبعا ست ولاء معانا عبر الاتصال الهاتفي، وموضوع حلقتنا هو عن العطاء. يقال أن فاقد الشيء لا يعطيه الشخص الذي تعود على الأخذ والاتكال لا يستطيع أن يكون سخيا في العطاء. مثل هكذا أشخاص كيف أتعامل معهم ست ولاء؟ نعم العطاء هو صفة من صفات العطاء، صفة إلهية، صفة تعتبر أروع قيمة في الإنسان، أروع قيمة أخلاقية هو العطاء. لذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى هو المعطي. نعم أحسنتم. نعم أما مقولة فاقد الشيء لا يعطيه، الإنسان بحسب ما يدرب عليه نفسه. أحيانا عندما يفقد الإنسان شيئا يريد تعويضه أو يريد أن يراه، يشعر أنه يعطي يعوض هذا الشيء. كيف يعوض ما فقده؟ بإعطائه. فممكن أن يكون فاقد الشيء يعطيه لأنه يريد أن يعوض ما فقده من خلال إعطائه للآخرين. لذلك الإنسان ممكن أن يدرب نفسه، يغير ما يريد أن يتحلى به يستطيع. لذلك الله سبحانه وتعالى نعم أحسن. الله سبحانه وتعالى عندما بعث الرسول يقول في كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليعلمهم ويزكيهم. فرسول الله صلى الله عليه وآله جاء أيضا لتزكية الأنفس، ومن تزكية الأنفس أنه أن يخليها من كل الشوائب ويحليها بالصفات الأخلاقية الطيبة المحمودة. نعم نعم ست ولاء إذا كنت تسمعين. ست ولاء ما زلت تسمعين؟ نعم ست ولاء. أكيد أنه أحيانا الشخص المعطى ربما أقول ربما أنه يكون ظالم لنفسه بكمية العطاء الغير محدودة أو
أنه يكون عطاء في غير موضعه، أنه ربما يعطي لشخص لئيم أكثر من ما هو معقول، ربما أنه يكون على تواصل ولا سمح الله مع شخص هو غير مناسب فيبدي يعطي عطاء بلا حدود. شلون أنا أقدر أنه أتراجع عن هذا العطاء وكيف أيضا أعادل هذا الميزان؟ أكيد لا يتراجع عن العطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله من ثقافة أهل البيت أنهم يعطون دون أن ينتظرون الجزاء. الرسول صلى الله عليه وآله في حديث يقول إنا لنعطي غير المستحق حذرا من رد المستحق. يعني هم يعطون لأي طالب يأتي إليهم بطلب حاجة لا يردوه، وهذا إنما هو ليس منهم على غير معرفة بالآخر، إنما هم يعرفون ما بنفوس الآخرين. لكن من هذا الأمر يردون أنه يعلمونه ثقافة يثقفون عليه الأمة، أنه أنت أعطي، أنت لا تعلم بمن جاء وطلب إليك هل هو مستحق أم غير مستحق، فممكن أن ترد ويكون هو مستحق فلا ترد كي لا تكون ردا للمستحق، فيقول إنا لنعطي غير المستحق حذرا من رد المستحق. لكن الفقرة اللي ذكرتها أنه ممكن يكون العطاء من الشخص يشجع أو يكون ظالم لنفسه، في هذه الفقرة ممكن إذا كان من نعطيه نعلم أنه العطاء لا يغير به أو لا أو يجعله متكلا وكسولا، والكسل ينهى عنه الإسلام، وطالب أن الإنسان يكون عاملا يكون مستعدا لأن يقدر هذا العطاء. فنضرب مثلا الآن الموجودين اللي دائما يكون اعتراض ليش نساعد دول الفقراء الذين المتسولين في الشوارع، أنه ممكن هذا الأمر يخليهم متقاعسين، ممكن هذا الأمر يعلم الآخرين على الاتكال من غير أن يسعى لأن يغير أو يسعى لأن يساعد نفسه، فيكون متكلا على الآخرين، وفي هذا الأمر يكون يعني راح يخلي هذا الإنسان ضعيف غير قادر على أن يساعد نفسه ولا غير قادر أن يغير مما هو فيه، وليس من يساعد يكون دائما موجودا. كي تساعد نفسك وكي ترتقي بالعمل لابد أن تتعلم، لا تكون متكلا دائما، فالاتكال والكسل ينهى عن الإسلام. لذلك عندما تريد أن تساعد ساعده أن يجتاز هذه المرحلة، علمه أن يكون يتعلم أن يعتمد على نفسه، فالعطاء لا يكون فقط دائما مادي، العطاء له صور عديدة، العطاء يكون معنوي، العطاء يكون بالعلم والمعرفة، العطاء يكون أن تعلم الشخص أن يجتاز ما هو به، فالعطاء صور كثيرة. نعم. طبعا نوه مشاهدينا الكرام أنه أرقامنا أسفل الشاشة من خلالها يقدرون تتواصلون معنا وأيضا تبدون رأيكم بمحور الحلقة وأيضا تشاركون في تجاربكم حول العطاء. نعم ست ولاء، البعض أنه يقابل العطاء بالنكران، أنا شلون أقدر أنه أحفز هذا الشخص أنه على الأقل يحفظ كرامة الإنسان اللي يعطي أو يساعده في الجانب المادي أو الجانب المعنوي؟ نعم ستولاء إذا كنت تسمعين. نعم، العطاء كما ذكرت له صور متعددة، قد يكون العطاء عطاء ماديا وقد يكون عطاء معنويا. وقد يكون عطاء روحيا وقد يكون عطاء بالعلم والمعرفة. وكل ما يملك الإنسان يستطيع أن يعطي، وحديث الرسول صلى الله عليه وآله عندما يوصي حب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه الصفة الأخلاقية أو أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك تنزع من الإنسان، تنزع من الشخص حب الذات، طول الأنانية في النفس. لذلك الإنسان عندما يعطي يشعر بالسعادة، العطاء يضيف شعورا للسعادة للمعطي، فليس دائما السعادة بالأخذ، وليست النجاح والفلاح أن يكون الإنسان يشعر عندما يقبض من الآخرين وعندما يكتنز الأموال يكون سعيدا، إنما السعادة هي في العطاء لا في الأخذ. أحسنت. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول
إن أهل البيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إلينا فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة. لذلك أهل البيت دائما يقابلون الإساءة بالإحسان ويعطون بغير حساب. لذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ذكر العطاء، وفي آية يقول وما كان عطاء ربك محظورا إنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه وتعالى يعطي للجميع إن كان حسنا وإن كان سيئا ولا يحظر عطائه. وأيضا يذم الله سبحانه وتعالى في آياته من يمنع ويعطي قليل، عندما يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى، أهدى أي منع العطاء أو قصه. لذلك الآيات القرآنية وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم تحث على العطاء وتجعله من القيمة الأخلاقية الكبيرة، من أروع القيم الأخلاقية اللي هو العطاء. الذي يجعل المجتمع متماسكا أكثر، تحوط المجتمع الحب والمودة عندما يفكر الآخرين بغيرهم. أحسنتم. ست ولاء، كثير ما نسمع أنه حدوث مشاكل بين الصديقة وصديقتها أو بين أفراد الأسرة لا سمح الله، يقول أنا وقفت له مثلا بموقف صعب وأنا دائما أوقف له بالمشاكل وأيضا ساعده وسنده نفسيا، لكن هو بالمقابل أنه ما يرجع لي هذا العطاء أو يتراجع ويخذلني بالمواقف الصعبة. شلون أقدر أني أحافظ على نفس الطاقة الروحية أو نفس درجة العطاء، خصوصا مع أشخاص هم ما يبادلوني نفس العطاء؟ نعم. من يعطي، من يتصف بالعطاء لا ينتظر الرد من المقابل، لا ينتظر أن يعود أو يرجع إليه ما أعطاه. من يعطي يفكر فقط أنه قدم، ماذا يقدم في هذه الحياة في أيام عمره، كيف يعيش عمره وهو معطاء. المعطاء لا يفكر أخذ، لا يفكر أن ما يعطيه يعود إليه، إنما يعطي بدون أن ينتظر من الآخر أن يرجع إليه ما أعطاه. كما الله سبحانه وتعالى يعطي بغير حدود، ولا أنه محتاج لخلقه، بل يعطي بغير حساب ولا ينتظر من عباده شيئا. نعم. هذا هو الخلق الإلهي الذي يتصف به أهل البيت صلوات الله عليهم. أحسنت. عندما يعطون ولا ينتظرون من الآخرين أن يجازوهم فما أعطوا. لذلك أهل البيت صلوات الله عليهم مثلوا أروع صور التضحية والعطاء حياتهم ونهجهم، الذي لا بد أن نتعلم منه ونسير على هذا النهج الطيب الطاهر المرضي عند الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، أحسنتم ست ولاء. اسمحوا لنا الآن مشاهدينا الكرام أن ننتقل إلى فقرة الماضي الجميل، ثم نعود لنكمل محورنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة العشائر العراقية عامة وعشائر الفرات الأوسط وكربلاء خاصة لها باع كبير بخدمة زوار الحسين خلال الزيارات الحسينية كانت بعاشوراء. ويروى أحد الأشخاص من الشيوخ العشائر، يعني كان هو في حالة خدمة زوار الحسين اللي متوجهين إلى محافظة كربلاء، فصار عنده جلطة بالقلب، فسوى تحليلات وأمور طبية أخرى، فكان النهاية بأنه يروح إلى الخارج لكي يسوي عملية خاصة لهذا الموضوع، لأن وضعيته تعتبر تعبانة. فكان بهذا الوقت هو يوم 13 بعاشوراء، يوم عظيم هذا، يوم دفن الإمام الحسين عليه السلام، وكان متأثر تأثير كامل، لأنه هو دائما بهذه السنة وبهذا الوقت هو يطبخ للحسين عليه السلام. أصبح بألم شديد بأنه يسافر خارج العراق ويسوي عملية، فقبل بالليل يعني نام، فأجى بعالم الرؤية
جت عليه طفلة قالت له أكو امرأة خارج البيت تريد تشوفك. فطلع عليها قالت له أنت فلان؟ قال نعم. قالت له أنا أولا أريد أدخل إلى بيتك. ما عرفها بالبداية، بس هي المرأة يعني مبوشة كامل ومعاها طفلة ثانية وامرأة كبيرة بالسن، دخلت البيت وطلعت. قالت له أنت دائما تطبخ المن للحسين وتطبق شعائر الحسين عليه السلام، ف وتريد تروح للدكتور تعالج، إن شاء الله أنت صحتك تكون جيدة. فز من النوم وصحة، وإذا شاف نفسه بأنه صحته كل جيدة، جاب التمن، جاب دائما المواكب الحسينية معظمها في كربلاء، يعني المفضلة بالطبخ هو يكون تمن وقيمة، فأبلش بأنه استخدم الطبخ وإذا صحته عال العال. فقبل ما تروح هي قالت له، قالت له أنا زينب الكبرى، اللهم صل على محمد وآل محمد، قوم وأخدم. إحنا من هذا المبدأ ومن هذا المواقف اللي نسمحها من بعض الناس ومن بعض شيوخنا وخدام الحسين، يجب أن نحث بأنه شبابنا ترتبط مع قضية الحسين ارتباط فعلي، ارتباط عاطفي وعقائدي. كل هذا يخلي الشباب باستمرارية بالدين والموعظة والإفهام والابتعاد من الشعائر الحسينية. للأسف بعض الأحيان أو في الأيام الأخيرة دخلت عليها شعائر مو صحيحة ومنبوذة، ونحث شبابنا بأنه يبتعدون ويلتزمون بالشعائر الحسينية الحقيقية بهذا الموضوع. فإذا ترابط الشباب يجب أن يكون مبدأ من مبادئ الحسين عليه السلام، فالشباب تكون بذلك أفضل ما يمكن خدمة للمجتمع وخدمة للبلد. إحنا دائما نقول الإمام الحسين عليه السلام، يعني في ودي بأنه أشعار مظفر النواب له بعض الأبيات جميلة بحق الإمام الحسين عليه السلام، يقول حتى لو ما السمع للناس ما ينزل، وحتى لو شمس الصبح ما تطلع وما تهل، أصد لحسين أشوف الماء يجرب قلب الممشل، أصد لحسين أشوف ضواه يضوي الرايح والمجبل، أصد لحسين أعرف الزود وأقول الروح تفنى وما تطيح بذل. من هذا المبدأ نتمسك بأنه نكون مع الحسين وقضايا الحسين والشعائر الحسينية ببركة الله والصلاة على محمد وآل محمد. نادرون هم أولئك الذين يكون العطاء أكثر ميزة يمتازون بها. إن شاء الله نلتقيكم بعطاء آخر من صباح جميل، صباح رائع مع برنامج ابدأ يومك صح. إن شاء الله يوم غد موعدنا القريب. في أمان الله وعيني رعايته.